أهم 5 أسئلة عن السيارات الكهربائية. هل ممكن أحول عربيتي البنزين لكهرباء؟ الإجابة المباشرة لا طبعاً. بعد صعود السيارات الكهربائية ظهر تساؤلات كتيرة عن موضوع تحويل العربيات البنزين لكهرباء، وفي الغالب إن ما كانش الكل هتلاقي الموضوع قائم على اجتهادات فردية أو إن ورشة معينة بتعلن عن قدرتها على تحويل العربيات البنزين لكهرباء، ولكنها كلها محاولات وإجراءات غير معتمدة وغير معلوم عواقبها. فالنصيحة إنك تشتري عربية كهربائية بالكامل وما تحاولش تحول عربيتك القديمة لكهرباء إلا لو مستقبلاً ظهرت خدمة معتمدة لتحويل السيارات البنزين لكهرباء، زي خدمة تحويل السيارات البنزين إلى غاز، فهي خدمة بتتم في مراكز معتمدة وموثوق فيها. هل أشتري عربية صيني ولا لا؟ الإجابة المباشرة آه طبعاً، ولكن الصين هي قلعة صناعة العالم، ومؤخراً بدأت تطور بشكل كبير جودة الصناعة الصينية في كل المجالات والمنتجات، وإحنا هنا بنتكلم عن السيارات الكهربائية بشكل خاص. أغلبية الناس بتقلق إنها تشتري عربية صيني لأن العربية سلعة معمرة وغالية، وبالنسبة لناس كتير هي استثمار في حد ذاتها، وده لأن الصناعة الصينية عموماً كان ليها سمعة سيئة إنها رخيصة وجودتها منخفضة، وبالتالي كان قرار شراء عربية صيني هو قرار صعب ومقلق. لكن التجربة الفعلية للعربيات الصيني أثبتت إن بالفعل في عربيات صيني اعتمادية وبسعر مناسب، وكمان في عربيات جودتها وخامتها وتقفيلها ممتازين زي MG مثلاً بالنسبة لعربيات البنزين. لكن يبقى أهم عامل هو خدمة ما بعد البيع وتوافر قطع الغيار وأسعارها. أما بالنسبة للعربيات الكهرباء فالصين مصممة تبقى رقم 1 في العالم في صناعة السيارات الكهربائية، وده لأكتر من سبب. أولاً إنها الدولة رقم 1 في العالم في صناعة البطاريات، واللي بتستخدم بشكل أساسي في صناعة السيارات الكهربائية. ثانياً إنها بتمتلك بالفعل تكنولوجيا المحركات الكهربائية. ثالثاً إنها بعد الخبرة الكبيرة في صناعة العربيات البنزين امتلكت تكنولوجيا صناعة السيارات وأنظمة الأمان الخاصة بالسيارات، وده تم عبر خطة دؤوبة قامت بتنفيذها، وإحصائيات تصنيع ومبيعات السيارات الكهربائية الصينية بتبين ده بشكل واضح. يعني فقط في 2021 قامت الصين بتصنيع وبيع 3.5 مليون سيارة كهربائية في الصين فقط، وصدرت في نفس السنة للعالم 500,000 سيارة كهربائية، وبالرقم ده احتلت الصين صدارة دول العالم في تصدير السيارات الكهربائية. واضح جدا ان الصين واخدة موضوع السيارات الكهربائية على محمل الجد، ومش هتتنازل عن كونها رقم 1 عالميا. السيارة الكهربائية الصينية في حد ذاتها ما نقدرش نحكم عليها في المطلق، ولكن العوامل الأهم هي قوة الوكيل المحلي، خدمة ما بعد البيع، توافر قطع الغيار بشكل أساسي ودائم بأسعار مناسبة، توافر العمالة المدربة على صيانة السيارات الكهربائية، وأخيراً الماركة نفسها. وفي ماركات كتير صيني أثبتت وجودها في السوق، منها على سبيل المثال وليس الحصر BYD وشيري، وبالإضافة لأن في اختيارات تانية من ماركات عالمية صناعة صينية زي مثلاً Volkswagen ID4 وBMW، برضو بتقوم بتصنيع سيارات كهربائية في الصين، فتقدر إنك تشتري سيارة كهربائية صينية بماركة عالمية. الميزة في السيارات الكهربائية الصينية هي سعرها المعقول نسبياً مقارنة بالسيارات الأمريكية والأوروبية، وإن كانت الأخيرة تاريخها وسمعتها أفضل بكتير من السيارات الصينية، ولكن يبقى العائق الأكبر هو سعرها العالي واللي مش في متناول معظم الناس، فيبقى الاختيار الصيني اختيار وجيه ومناسب لقطاعات كتير يجب دراسته. هل ممكن أستخدم ألواح طاقة شمسية للعربية الكهرباء؟ الإجابة المباشرة حتى الآن لا، ولكن العالم كله بدأ يتحول للطاقة المتجددة وخصوصاً الطاقة الشمسية، ولكن تطبيقاتها في السيارات الكهربائية بشكل مباشر تظل محدودة جداً لسبب بسيط، وهو إن بالتكنولوجيا الموجودة حالياً في الطاقة الشمسية لو استخدمنا الأجزاء المعرضة للشمس بالسيارة وعملناها طاقة شمسية، فالحسابات بالنسبة لأعلى الخلايا في التكنولوجيا والكفاءة والإنتاج المتوفرة حالياً هتكون كالتالي: هتنتج في المتوسط 5 كيلو وات ساعة، وبمقارنتها ببطارية السيارة اللي هي في المتوسط 50 كيلو وات ساعة هتوفر 10%، ده على اعتبار إن اليوم مشمس والعربية واقفة طول اليوم في الشمس،
فالمفيد والمجدي فعلاً إنك تستخدم الطاقة الشمسية في المكان اللي بتشحن فيه العربية، واللي في الغالب هيبقى البيت، وفي الحالة دي تقدر بالطاقة الشمسية تشحن السيارة بالكامل. إيه هي مشاكل شحن السيارة؟ باختصار، مشاكل شحن السيارة بتتلخص في نقطتين. أولاً، عدم انتشار نقاط الشحن في كل مكان، ودي مع الوقت هتتحل، لأن بدأ بالفعل إنشاء نقاط شحن في كل مكان حوالينا، فالمسألة مسألة وقت بالنسبة للمشكلة دي. ثانياً، ودي أهم مشكلة، إن السيارات الكهربائية بتعتمد بشكل أساسي على الشحن المنزلي عشان تستفيد فعلياً بالتوفير، فلو أنت عندك مكان ثابت بتركن فيه عربيتك تقدر تشحن منه، فهيكون اختيار السيارات الكهربائية مناسب جداً بالنسبة لك. أما لو أنت بتركن عربيتك في الشارع، ففي الوقت الحالي اختيار السيارة الكهربائية هيكون مش مناسب، لأن هيواجهك مشاكل كتير في الشحن. السؤال الأهم، هل السيارة الكهربائية هتحتفظ بقدر مناسب من قيمتها مع مرور الزمن، ولا هتفقد قيمتها نظراً للتطور الرهيب في صناعة البطاريات؟ السؤال ده بقى شاغل تفكير ناس كتير بتفكر تشتري سيارة كهربائية، لأن بالنظر لتجربة الموبايلات فكل شهر تقريباً بينزل موديلات أحدث وإمكانيات أعلى وبنفس السعر اللي اشترينا بيه، وده بيخلي قيمة الموبايل اللي معانا تقل جداً في فترة بسيطة. لكن السيارات الكهربائية مش موبايلات، دي سلعة معمرة وغالية، وفعلاً بيحصل تطور رهيب في البطاريات، والمتوقع إن عربيتك اللي اشتريتها مثلاً في 2022 بعد 5 أو 10 سنين هيبقى فيه عربيات بنفس السعر ببطاريات أحدث وأقوى، ومعظم الناس متخوفة من النقطة دي بالذات إنها تفقد قيمتها السعرية. لكن في رأي يؤخذ في الاعتبار بيقول إن في الوقت ده بعد مرور الزمن هتكون البطاريات فعلاً أقوى وأرخص بكتير، وده هيتيح لمالك السيارات الكهربائية القديمة إنهم يغيروا بطاريتهم القديمة ببطارية حديثة بكفاءة عالية ومدى أطول على نفس السيارة، وبسعر مناسب جداً نظراً لعائد بيع البطارية القديمة ورخص ثمن الجديدة في الوقت ده. بالإضافة لنقطة تانية مهمة جداً، وهي إن في المستقبل هتبقى البطاريات أقوى وأقل حجماً، وده معناه إنك على نفس المساحة المخصصة لبطارية عربيتك دلوقتي هتقدر تركب بطارية أقوى بكتير وتستفيد من قوتها ومداها، وده حصل بالفعل على عربية تسلا، إن شركة صناعة بطاريات جابت عربية تسلا وشالت بطاريتها وركبت مكانها على نفس المساحة بطارية ضعف القدرة، فأكسبتها ضعف مدى السير، وده في الإجمالي هيخلي السيارة الكهربائية محتفظة بقدر مناسب جداً من قيمتها وأدائها في المستقبل. ولو عندكوا أسئلة تانية متعلقة بالسيارات الكهربائية اكتبوها لنا في التعليقات، وممكن نعمل لها فيديو تاني. لو استفدت من الفيديو فاعمل لايك واشترك في القناة، وما تنساش تفعل الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول، وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد.